كثير منا وأنا واحد من هؤلاء الناس نخلط بصورة كبيرة جدا. ما هو المسجد الأقصى المبارك؟ هل المسجد الأقصى المبارك هو هذا المبنى قبة الصخرة؟ أم هو هذا المبنى المصلى القبلي ذو القبة الرصاصية؟ ولا المبنى ذو القبة الذهبية؟ هذا خلط كبير كبير وظلم لهذا المسجد ولكل أمة المسلمين اللي ظلمت في التعريف بالمسجد الأقصى. ولكي نعرف ببساطة ما هو المسجد الأقصى لابد أن نمر على الدراسة الجميلة التي ذكرها الدكتور محمد رسلان من ماليزيا، والذي وضح بمفهوم بسيط ما هو المسجد. فقال المسجد وشروط المسجد ثلاثة: قبلة وأرض وحدود واضحة. قبلة وأرض وحدود واضحة، يعني لو ما في مأذنة مسجد، طيب لو ما في منبر مسجد، طيب لو ما في محراب مسجد. يبقى الشروط الرئيسية لأي مسجد هي حدود وأرض وقبلة، وبالتالي نحن الآن في حدود وفي أرض وفي قبلة. والمعنى أن كل ما نراه أمامنا، كل ما نراه أمامنا من مساحة هو المسجد الأقصى المبارك. والمسجد الأقصى المبارك فيه أكثر من 600 شجرة، وفيه من المحاريب، وفيه من القباب، وفيه من المصاطب، وفيه من المآذن، وفيه من المصليات، قرابة 200 معلم تاريخي كلها تمثل المسجد الأقصى المبارك. وذكرها الأستاذ أحمد فتحي خليفة، وعدها الأستاذ أحمد فتحي خليفة، فقال المعالم التاريخية في المسجد الأقصى المبارك 200 معلم تاريخي، يعني كل شجرة موجودة من 600 شجرة تمثل المسجد الأقصى المبارك. كل بلاطة نراها الآن تمثل المسجد الأقصى المبارك، كل قبة نراها الآن تمثل المسجد الأقصى المبارك. وأنا لو سألت سؤال: كم تبلغ مساحة المسجد الأقصى المبارك؟ وهذا سؤال استفهامي، كم تبلغ مساحة الأقصى المبارك؟ المساحة يا أحباب للمسجد الأقصى المبارك هي 144 دنم، أي 144 ألف متر مربع. تخيل معي كل هذه المساحة 144 ألف متر مربع هي مساحة المسجد الأقصى. ويقال أن الأقصى في المساحة الكاملة أو السعة الاستيعابية القصوى للمسجد الأقصى تصل إلى 500 ألف مصلي إذا كانوا متراصين ومتجاورين مع بعضهم البعض أو متلاصقين مع بعضهم البعض. تخيل معي كم ظلم هذا المسجد، قرابة 500 ألف مصلي هو متسع المسجد الأقصى المبارك، وكل هذه الحدود التي نتحدث عنها تمثل المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي هذا المبنى ليس هو فقط المسجد الأقصى المبارك، هذا المبنى هو فقط قبة الصخرة، جزء من المسجد الأقصى المبارك، وكل هذه المباني التي نراها من أشجار ومن غيرها تمثل المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي أي اعتداء على أي جزء وأي بلاطة هو اعتداء على المسجد الأقصى المبارك. ولي المعلومة، المسجد الأقصى هو جزء من البلدة القديمة، ويقع في الجهة الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة، ويمثل سدس مساحة البلدة القديمة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم في جولتنا، ونبدأ جولة بسيطة في المسجد الأقصى المبارك وفي رحاب الأقصى، ونتعرف عليها، ونبدأ من أحد مباني المسجد الأقصى، وقد يكون المبنى الأشهر وهو قبة الصخرة. بوابة للسماء وقبلة الأنبياء، قدست يا قدس أرضا تفوح بالأولياء، في كل شبر أثر وقبة كالقمر، صدى أذان بلال هنا وعدل عمر، في القدس ينسكب الضياء، ينسكب الضياء. قد بارك الله فيك، يا كم أحن إليك، أرواحنا تفتديك، وكل غال ثمين. يا قبلة النور إنا نهواك عشقا وفنا، فلتسأل الشوق عنا،
يجبك دمع العيون، في القدس ينسكب الضياء.